محتاجين نتكلم عن النواحي الفنيه، النواحي الرقميه، التشكيل المتوقع، وازاي كمان المحللين الرياضيين بيشوفوا في الفتره الحاليه المباراه في ظل معطيات مباراه الاياب. معايا دلوقتي عبر السكايب في فقره ترند اونلاين الناقد الرياضي والمحلل الفني دكتور عمرو عبيد، الناقد الرياضي بمجله الاهلي. دكتور عمرو، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ محمد، واهلا بحضرتك وكل المشاهدين في قناه الاهلي. طبعا بنتكلم على التحليل الرقمي، والأرقام دائما بتبقى معبرة عن الواقع بشكل كبير، ولغة الأرقام لا تكذب أبدا. شايف يعني معطيات مباراة الذهاب بأرقام مباراة الذهاب، وكيف نقارن ده بالوضع اللي ممكن نشوفه النهاردة في مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟ هو الحقيقة مباراة الذهاب كانت مباراة تعتبر مثالية بالنسبة للنادي الأهلي، أرقامها العامة كانت كلها بتميل لصالح الأهلي تماما، رغم أنه كان بيلعب خارج ملعبه، بدليل ان هو الاستحواذ كان لصالح الاهلي بنسبه 53% لمقابل 47% للوداد. دقه تمريراتنا كانت اعلى بكتير، كانت 84% مقابل 79% للمنافس. طريقه موسيماني سهلت الموضوع، لان احنا بدانا بضغط عالي ما وقفناهوش يمكن الا فترات بسيطه جدا لما كنا يعني معرضين لضغط عكسي، فكان الاهلي بيرجع عشان يامن ويلعب على الكرات السريعه. طريقه الضغط دي خلت أجبرت الوداد دايما انه يلعب كرات طويله، ما كانش قادر يعني يبني هجماته بالشكل المعتاد بتاعه، بالاضافه لتالق الثنائي قلب الدفاع ايمن اشرف وياسر ابراهيم، انه كانوا بيطلعوا لقدام وبيقطعوا اغلب الكرات الثنائيه العاليه، عشان كده هم كانوا من اعلى لعيبه استخلاص وقطع للكوره. على المستوى الهجومي احنا فاجئنا الوداد، لان احنا اللي كنا بنهاجم، احنا الافضل، بدليل ان الاجمالي الارقام في الهجمات الخاصه بالنادي الاهلي بلغت 39 هجمه مقابل 33 للوداد. التوازن بتاعنا الهجومي كان عالي جدا، لان احنا لعبنا على نقط الضعف اللي كانت في فريق الوداد، اللي هي بتتمثل في منطقه العمق او قلب الدفاع والجبهه اليسرى، اللي هو اصلا احنا قدرنا نستغلهم في المباراه دي ونسجل عن طريقهم الهدفين. اكيد احصائيات الهجوم كمان قالت ان الاهلي كان اكثر تسديدا على المرمى، يعني احنا بنلعب بره ارضنا واحنا اللي بنهاجم اكتر واحنا اللي بنشوط كورة أكتر. إحنا شوطنا 11 كورة منهم 8 داخل منطقة الجزاء، ده بيوضح لك قدرتنا على التوغل واختراق الدفاع بمنتهى السهولة. في المقابل طيب. كان دكتور عمرو، دكتور عمرو، من خلال متابعتك لاستراتيجية وأداء بيتس موسيماني، هل هذه الأرقام والأداء خارج الأرض أو خارج القاهرة تأثيرها بقى بشكل إيجابي على مباراة العودة نفس الاستراتيجية نفس طريقة اللعب، ولا من خلال متابعتك لتحليله الرقمي لما كان مثلا في قيادة سان داونز بيبقى ليه استراتيجيات مختلفة في الذهاب عن الإياب؟ هو طبيعي حسب مباراة الذهاب فين ومباراة الإياب فين. انت لعبت تمام. بره أرضك بشكل هجومي ضاغط، انت الأكثر خطورة، فما بالك بمباراة العودة، وخاصة كمان انت طبعا اكيد عارف ان المنافس هيبقى مجبر ان هو لازم يهاجمك عشان يسجل يعوض فرق الهدفين اللي احنا سجلناهم بره الملعب، فبالتالي ده هيدينا فرصة اكتر ان احنا نستحوذ اكتر، ان احنا برضو نواصل الضغط، وان احنا كمان نبني الهجمات بتاعتنا بشكل اللي هو المعتاد مع موسيماني.